دام مساءكم وأهلا وسهلا بكم في كلاغموا تي فاو. موضوعنا اليوم الولايات المتحدة وحربها على العراق وماذا تركت خلفها. الولايات المتحدة الأمريكية تركت خلفها في العراق خراب من الأشعة النووية. كلف دخول أمريكا إلى العراق أكثر من 1,000,000 قتيل وخمسة ملايين لاجئ تقريبا. الحرب في العراق كلفت فوق 1,000,000,000 دولار أمريكي. مع هذا لم يتغير الوضع، فلا يوجد مساواة أو حرية في العراق. 4 ملايين من الأطفال العراقيين لم يعد عندهم أهالي، أهاليهم قتلوا من قبل جيوش الأمريكية والبريطانية في الحرب من أجل البترول. وفي سنة 2003 إلى سنة 2008 زادت عدد الأرامل أكثر من 1,000,000. هذه إحصائيات استوثقت في العراق من قبل إحصائيات أمريكية التي تقول أن عددهم 110,000 مقتول فقط، عندما كانت إحصائيات العالمية لانسيت تقول أن المقتولين العراقيين فوق 1,000,000، وهذه هي الحقيقة. وكذلك 7 ملايين عراقي لم يعد عندهم منازل تأويهم من خلال هذه الحرب، وملايين من الشعب العراقي يتأثرون بالمواد المشعة التي أصيبوا بها جراء القاذفات والطلقات. إن هذا الرعب الذي سببه الحرب لا يجب أن يحصل ولا يقدر أن يصنعه إنسان. إن قوة الأشعة النووية الموجودة الآن في منطقة الفلوجة والتي تبعد عن بغداد حوالي 70 كيلومترا أقوى بكثير من منطقة هيروشيما بعد أن ألقت عليها القنبلة الذرية. وفي شهر أكتوبر 2009 أرسل عدد من الأطباء العراقيين والبريطانيين مكتوبا إلى منظمة الأمم المتحدة يطالبون منهم التحقيق بسبب انتشار الأمراض التي توجد في هذه البلد من قبل الأشعة النووية. أمهات صبيات في منطقة الفلوجة لا يرغبون في إنجاب الأطفال لأن كل رابع مخلوق جديد يموت بعد 7 أيام وزيادة الأعداد المشوهة من الأطفال من دون رأس، مع رأسين أو مع عين واحدة في الجبين، بجلد مليء بالبراعم مثل السمكة، أو نقص في الأعضاء. وكذلك يصابون أطفال منطقة الفلوجة بسرطان الدم والذي وكذلك الأمراض السرطانية السريعة النمو. إن هذه ليست بقصة للأسف، إنها وقائع وحقائق على الفلوجة التي أصيبت بأطنان من الذخائر النووية، وهذا ممنوع في القوانين الحربية. وكذلك الحرب في العراق وكل مساندها كذب بكذب. وقد أرسلت إذاعة محطة الأخبار فارس بأنه ليست 100,000 عراقي مفقودين فقط، ولكن مبلغا كبيرا من المال أيضا. مسؤول في البرلمان العراقي يقدر أن تقريبا 18 مليار دولار أمريكي من مدخول الدولة العراقية خلال سنة 2003 و2008 قد اختفى، وأشياء أخرى سترونها في القريب العاجل في فيلم غبار الموت. وللأسف إن هذه الأشياء التي سمعتوها بأنها قد حصلت في العراق، ليس فقط في العراق، في ليبيا أيضا، في أفغانستان، وفي يوغوسلافيا. ولذلك أوجه ندائي إلى جميع الشعوب بأن يصفوا خصامهم على طاولة الحوار ولا يستنجدوا بالجيوش الأجنبية، أعني بحلف الناتو،
إذا كانوا يحبون بلادهم ويحبون أطفالهم ولا يريدون الخراب الذي حصل في العراق. ودام مساءكم كلاغموا ديفاو.